Bonsoir mes amis, bonsoir mes élèves, comment allez-vous? Avec vous, Monsieur Mohamed Al-Ghouari, vous êtes les bienvenus à Alambiku, Habaibi, Talabet Safi Salis Sanawi. Nous avons un vidéo guide de دروس اللغة الفرنسية مكملين مع بعض النهاردة الجرامير بتاعنا هنتكلم عن الامبيراتيف درس الأمر إزاي تأمر حد إزاي توجه امبيراتيف أو إزاي توجه أوردر أو كونساي أمر أو نصيحة أتونامي لصاحبك أو أفوزامي لأصحابك الامبيراتيف ده بقول عليه يا جماعة هو مشتق أساسا من البريزون عشان تأمر حد أون فرنسي لو أخدنا مثلا فيرب أنتري يدخل أو فيرب مونجي يأكل لو اي حد من اصحابك انت عازمه على الاكل هتقول له مونج مونج يعني كل بتطلب من بابا هتقول لي بابا مونجي تطلب من مامو تقول لي مامو مونجي مامو تطلب من اصحابك هتقول لهم مونجي ميزامي الامبيراتيف في الامر لما تؤمر حد هتستخدم تصريف الفيرب في البريزون مع تو او النو او الفو طب ليه مش الجو والايل والال لان الجو انا مش هينفع امر نفسي ولا الايل والال هامر حد اوريدي مش موجود لكن يتكون الامر من تصريف الفعل في البريزون مع تو والنو والفو بعد ما بستخدم التو والنو والفو مع الفيرب بعمل ديليت او بحذف التو والنو والفو من الفيرب ويتبقى الفيرب لوحده في الامبراتيف لو كان الفيرب ده بينتمي لمجموعه اولى اللي في اخره اصلا اغ في المصدر بنحذف الاس مع التو عند التصريف في الامر تعال نشوف يا ميسيو كده الكلام ده نحوله لحاجه عمليه قدامنا جدول قدامنا مديني اكزامبل فيرب الي الي احنا كلنا عارفين من المحاضره اللي فاتت تصريفه في البريزون اللي هو مع تو تو فا انت تذهب عشان اقول لك اذهب هقول لك فا ازاي حذفت التو وحذفت الاس اصبح الامر منه فا اذهب لو الامر ده منفي بستخدم نو با قبل وبعد الفيرب بقت نو فو با نو فا با يعني لا تذهب طب الامر مع النو nous allons ده اول خطوه بحذف النو يتبقى الفيرب نفسه allons allons يعني يلا نذهب او يلا نمشي الامر مع الفو vous allez الامر منه allez يعني اذهبوا والنيجاتيف منه n'allez pas يعني لا تذهبوا يبقى الامر هو تصريف الفيرب مع tu والنو والفو va allons allez اذهب va فلنذهب allons اذهبوا allez طب لو كان دوزيام جروب يا مسيو مجموعه ثانيه نفس الطريقة بس يبقى في اختلاف بسيط ان انا احتفظ بالاس في الفيرب بدون حذفها مع التو بقت تو فيني الامر منها فيني يعني انتهي فينيسون فلننتهي فينيسي انتهوا والامر النيجاتيف بقت ني فيني با معناها لا تنتهي الامر من التروازيام جروب افعال المجموعة الثالثة زي فيرب بروندر يعني تيك سامثينج او سامون ياخذ تو برون الامر منه برون او برونو او بروني الامر مع النيجاتيف بقت نو برون با ونو برونو با ونو بروني با اما عندنا تركه مهمه جدا في الامبيراتيف هو الفيرب البرونومينال ذو ضميرين الفيرب البرونومينال زي ما احنا فاكرين يا جماعه من الكور اللي عدت من الحصه اللي عدت هو الفيرب اللي بيبتدي مصدره بسو زي قدامنا فيرب سوليفي اللي في المربع الاسود ده سوليفي معناه ينهض او يستيقظ الامر زي ما اتفقنا ان انا بصرف الفيرب مع تو بقت تو تو ليف ده أول خطوة لكن بحذف التو وأحذف الإس هيبقى الفيرب عندي اسمه تو ليف علشان أحول تو ليف دي للأمر الإمبيراتيف بعمل نيو لوك أو بعمل تشانج تغيير للتو تبقى توا وأجيبها بعد الفيرب أصبح الأمر منه اسمه ليف توا ده في حالة الأمر المثبت الأمر المنفي برجع التو توا لأصلها بقت تو وأحتفظ بيها قبل الفيرب في مكانها الأصلي بقت ني تو ليف با تاني كده طب لو الامر مع النو بقت نو نو ليفون بحذف النو الاولى لان طبيعي ان انا بحذف الفاعل عند الامر اصبح الفيرب اسمه ليفو نو والامر المنفي نو نو لو في با الامر مع الفو فو فو ليفي بحذف الفاعل والفو اجيبها بعد الفيرب بقى اسمها ليفي فو والامر المنفي برجعها لمكانها تاني بقت نو فو لو في با ما عدا فيرب اتر وافوار وسافوار الثلاث افعال دول الريجولير الريجولير يعني تصريفهم مختلف تماما عن البريزون بتاعهم الامر منهم كلمه جديده الامر من اتر سوا يعني كن سويون فلنكن سوي كونوا الامر مع افوار اي ايون اي اما الامر مع سافوار ساش ساشون وكمان ساشي يبقى الامبيراتيف باختصار الامر هو تصريف الفيرب في البريزون مع التو والنو والفو ثم
تحذف الفاعل او يحذف الفاعل ونحتفظ بالفيرب زي ما هو في الامبراتيف مع تو فقط بحذف الاس لو كان من افعال المجموعه الاولى زي فيرب الي وفيرب مونجي وفيرب انتري وهكذا لكن بحتفظ بالاس مع الدوزيام والتروازيام جروب. تعال نشوف اكزامبل كده مع بعض من الامبراتيف وازاي يجي لنا السؤال. بيجي لنا السوجي يا جماعه الفاعل شوازي لا بون ريبونس علي اعلى نو با لو دوفوار. بقول لهم علي اعلى لا تنسوا الواجب نو اوبلي نو اوبلي نو اوبلي. هنا لما يكون عندي سوجي بلوريال الفاعل جمع وجاي بعديه كوما او جاي بعديه بوان او جاي بعديه بوان ديكسكليماسيون علامه تعجب معناه ان ده امر للشخص وليس تصريف للبريزون مع الفاعل. علي اعلى امرهم بانتم بالفو اوبلي اوبلي طبعا هيكون عندنا اوبلي اللي هو الفيرب الثالث في الاختيارات زي ما احنا شايفين. لو جينا نشوف اكزامبل هختار معاكم اوبلي نمرو 3. هاجر هامرها اقول لها غونج غونج غونجي. هاجر هنا انت بالتو جاي بعدها كوما معناه ان انا امبراتيف ده امر. الامبراتيف مع الفاعل المفرد او مع الشخص السنجل يبقى اقول له انت تو. فيرب غونجي اصلا هو مجموعه اولى بريمير جروب بصرفه مع التو بياخد اس. ايوه برافو عليك. ما ننساش ان احنا بنحذف الاس من الفيرب عند الامبراتيف هيبقى غونج كده. علي ني جامي اون ريتار. بقول لعلي ما تجيش متاخر تاني. نو فيان نو فيان نو فينير هيبقى السوجي بتاعنا هنا نو. علي هامره بالتو انت هتبقى نو فيان افيك اس. حد يقول لي مسيو حضرتك قلت من دقيقتين انا بحذف الاس. اقول لك خلي بالك ان فيرب فينير مش مجموعه اولى هو تخوازيام جروب تصريف الريجولار فاحتفظ بالاس. رانيا لو ديني افون دو دورمير بران بران براندر ده اصلا اسمه فيرب براندر يعني ياخذ. الامر منه ايه؟ هو بران مع تو. بران مع تو اللي في اخره اس هتبقى بران. سمع حد بيقول لي طب المفروض ان بحذف الاس من الفيرب. اقول له انت غلطان لان بحتفظ بالاس مع الدوزيام والتخوازيام جروب. خلي بالكوا الكلام في الامبراتيف فيه كذا تركايه. لا مير دو موند اعلى دو. الدو دائما في الجمله في الجرامير بيجي بعدها الفيرب في المصدر الفيرب الاساسي باسي. لو بير دو موند اعلي دو هنختار دو اللي احنا لسه قايلين عليها ان بيجي بعدها الانفينيتيف. مسيو ايوه كده. مسيو لما تيجي تؤمر المسيو او مدام او بابا او مامو او مادموزيل او اونكل او تونت اي شخص يبدو ان هو غريب عني او اكبر سنا مني بامره بالفو للاحترام هتبقى بريني. فيرب بريني اللي هو تيك ياخذ. ساعات ما بيجيلكش فاعل بس بيجيلك لادجكتيف بوسيسيف صفات ملكيه بتدل او بتبين لك ان الامبراتيف الامر موجه لمفرد ولا الجمع. هنا بوان في رقم 8 افوتر بير سوار تليفون تليفون تليفوني. هنا مكتوب يا شباب افوتر بير ويا مادموزيلات افوتر بير. فوتر بير دي معناها ان الفيرب موجه للامر مع الفو. ما بتيت يعني يا صغيري اليكول الوغ يعني ما بتيت ده بأمره انت بتو. يبقى الفيرب مع التو هو فا بس بنحذف منه الاس. ايوه لان فيرب الي اصلا بنحذف منه الاس في الامبراتيف لانه تابع للبريمير جروب المجموعه الاولى. مي بتيت يا صغاري دي كده بلوريال. البلوريال هنا بأمره بالفو انتم سوا ات سويي هتكون طبعا سويي. سافا. يبقى عندنا يا جماعه الفيرب في الامبيراتيف هو تصريف الفيرب مع التو والنو والفو. مكملين مع بعض الجزء الثاني في الكور بتاعتنا النهارده هو ازاي تفرق الماسكولا والفيمينا عن بعض في شكل الكلمه. طبعا احنا عندنا اساسا لازم تكون مذاكر الفوكابولير بالان والاون عشان تقدر توصل لتركيز قوي جدا 100%. لكن انا بقدم افاق يعني بعض الاجتهادات مني على اساس ان انا اساعد الطالب في تحديد شكل الكلمه الماسكولا والفيمينا. والحته دي مهمه جدا للناس اللي مش بتحفظ كويس. هقول حاجه ان كل الكلمات الاسماء التي تنتهي بالنهايات التاليه اسماء مذكر. يعني انا هدي لك مقطع في نهايه الكلمه تعرف من شكل الكلمه هل دي مذكر ولا مؤنث ماسكولا ولا فيمينا. اي كلمه بتنتهي باج كلمه مذكر في الفرنسي كله ما عدا بلاج وباج وغاج وكاج وايماج دي كلمات مؤنثه. اي كلمه بتنتهي بالمقطع اي ال اللي هي الاي ال كلمات مذكر. اي كلمه بتنتهي بالاو ان تي. اي كلمه بتنتهي بالاس والار والمقطع أ في رقم 11
كلمات اللي وسائل المواصلات كلها مسكولة ما عدا فواتور وبيسيكلت وكمان موتو. خلي بالنا ان الشهور والايام وفصول السنة والالوان كلمات نفسها كلمات مسكولة مذكر. طيب الكلمات الفيمينة مسيو ازاي افرق او اقول ان شكل الكلمة دي فيمينة؟ المقطع بنسبة 99% من الكلمات الفيمينة في اخرها حرف الاء وليست 100%، لكن تقدر تتوقع الى الاكتر ان تكون ميال ان تكون فيمينة اللي في اخرها اء. يعني اي كلمة بتنتهي بالمقطع اد دي اء فيمينة ما عدا ستاد، ما عدا ستاد. اي كلمة بتنتهي بدبل ال اء، اي كلمة بتنتهي بالسي اء والاي اي والدبل اس اي والدبل تي اي والدبل ال اي والار اي، كل دي كلمات فيمينا. والاس اي والمقطع سيون وسيون، سيون وسيون اللي هو المقطع سيون فيمينا. اي كلمه بتنتهي بدبل اي فيمينا في الفرنسي كله ما عدا ليسي وميوزي. اي كلمه بتنتهي بالاي اي فيمينا ما عدا كلمه انسوندي، انسوندي حريق. اي كلمه بتنتهي بالتي اي فيمينا ما عدا كلمه كوميتي. طبعا احنا من زمان قوي عارفين ان الفيم ان النيجاتيف هو وضع الني قبل الفيرب والبا بعد الفيرب. لو قلت جو مابيل احمد اقول تو تابيل احمد، اقول لك نو جو نو مابيل با احمد، جو مابيل ميسيو محمد. لو حد قال لي تو مونج دو شوكولا اقول له نو جو نو مونج با دو شوكولا. يبقى النيجاتيف هو ده مرور سريع جدا عن النفي، هو استخدام النو والبا قبل وبعد الفيرب. صافا. طيب ازاي احول الصفه من ماسكولا لفيمينا؟ تحويل اي صفة من مذكر لمؤنث بيعتمد على بعض النهايات في او بعض الاضافات لنهاية الكلمة المذكر او الصفة المذكر. الصفة المسكولة يا جماعة دائما عشان احولها لفيمينا يضاف لها حرف الاء في اخر الكلمة او في اخر الصفة، زي غران تبقى غراند، بوتي تبقى بيتت، بافار رغاي بافارد، كونتون كونتونت. اما لو الصفه بتنتهي بالاو لا تحول لفيمينا، يعني التحويل الفيمينا ليها هو نفس الصفه المسكولة. تيميد ورابيد سريع، ديفيسيل صعب، وفاسيل سهل، هم نفس الصفات للمذكر والمؤنث. لكن الصفه لو بتنتهي باو على اكسون بزود او تانية تبقى دبل او، زي فاتيجي وفيرمي. الصفه اللي او اللي بتنتهي بالمقطع او ان او ان بعمل دبل ان، زي ايجيبسيان ايجيبسيان، وبون تبقى بون. الصفات اللي بتنتهي بالمقطع او ا او او ا او اللي هو زي كلمه نوفو هتبقى نوفيل، وبو وبال. الصفه اللي بتنتهي بال اي ال بخليها دبل ال زي جونتي جونتاي. الصفه اللي بتنتهي بالسي بحولها لفيمينا عن طريق اضافه اش او زي لون الابيض بلون بلونش، وجريك تبقى جريك او بوبليك بوبليك اللي هي عام او شامل. الصفات اللي بتنتهي بالاف وهي مذكر تحولها لفيمينا بتغيير الاف لفي او، زي اكتيف اكتيف، سبورتيف سبورتيف. الصفة اللي منتهية بجي بنزود لها او او، او او زي لون لونج طويل وطويلة. الصفة اللي منتهية باكس تحول الاكس لاس او، زي صفة بمعنى ايغو وايغوز وسيريو وسيريوز في رقم 11 عندنا. رقم 12 الصفة دو، دو يعني جميل تبقى دوس، دو ودوس، دو ودوس بمعنى رقيق او جميل. الصفات المنتهية بـ AS و OS بعمل دبل S زي جرو جروس بمعنى ضخم وضخمة. بعض الصفات لا تؤنث زي صفة شيك والصفة سوبر رائع وشيك، بالإضافة للألوان اللي قلنا عليها قبل كده ماغون وأورانج وأوليف لا يحولوا إلى الفيمينا. تعال نشوف كده إكزرسيز لتحويل الصفة من ماسكولا لفيمينا، يلا بينا. بنقول مع بعض داكور، مع بعضنا كده بنشوف الصفات. اول حاجه لي كوبين دو لارا، صديقات لارا سان بيكونوا بافار بافار بافارد. هنا يا جماعه كوبين هنا بلوريال فيمينا، اصلا هختار بافارد. سيت ان كريون دا كريون قلم رصاص، فير فير فيرت، ها فير طبعا لان هو ماسكولا سينجوليه. لي ساك سان، ساك دي اصلا هي ان ساك، البلورال بتاعي يكون بلوريال ماسكولا جمع مذكر يعني في اخره اس هيكون نوار.
جولييت ومارتين دي فيمينا مادمازيل ومعاها مادمازيل تانية بقت ألافيك اس هتكون جولييت ومارتين سون أردني. هوجو إلورا هوجو إلورا سون طبعا لو ولد وبنت يبقى بلوريال ماسكولان هيكون بيتي. أحمد إعالي سون غورمون غورموند غورمون هيكونوا غورمون. سافا ده كان الجزء بتاع النهارده هو ريفيزيو على الامبيراتيف مراجعه لدرس الامر سافا وكمان مراجعه لدرس الامبيراتيف بتاعنا وكمان عندنا مراجعه سريعه على ازاي نحول الصفه من ماسكولا لفيمينا. كنت معاكم مستر محمد الجوهري ودرس جرامير جديد من دروس الصف الثالث الثانوي ان شاء الله على موعد جديد ودرس جديد من دروس الجرامير بتاعنا اون فرونسي. سعدت جدا ان شفتكم النهارده. ميرسي ميزامي او ريفوار.